السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم المهندس علي. إن شاء الله هنكمل كلامنا مع بعض في قرص البي ام اس. ده لقاءنا رقم 52، إن شاء الله المحاضرة رقم 4 في قرص البي ام اس. التلات فيديوهات اللي فاتوا أو التلات محاضرات اللي فاتوا اتكلمنا فيهم باختصار عن ما هو البي ام اس، عرفنا إيه هو البي ام اس، عرفنا كمان الستراكشر مما يتكون نظام البي ام اس. اخدنا كمان المحاضرة اللي فاتت ازاي اعمل انتجريتد سيستم، نظام متكامل، واربط او كيفية الربط ما بين البي ام اس واللو كارنت سيستمز اللي موجودة في المبنى، او كمان كيفية الربط ما بين الانظمة او اللو كارنت سيستمز اللي موجودة في المبنى مع بعضها البعض. ده كان الفيديو اللي فات. الناس اللي بتشاهدنا لأول مرة ممكن ترجع للفيديوهات اللي فاتت، والناس اللي مكملة معانا إن شاء الله هنتكلم النهاردة في موضوع جديد. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة إن شاء الله هنتعرف على البي ام اس بروتوكولز، وكمان هنتعرف على الكيبلز اللي أنا بستخدمها في البي ام اس. احنا قلنا عشان اعمل ربط ما بين الفيلد ديفايسز وما بين الكنترول روم اللي هي البي ام اس ورك ستيشن، عشان الراجل او المهندس اللي قاعد في الورك ستيشن على الجهاز في غرفة التحكم يقدر يتكلم او يخاطب او يتصل بالفيلد ديفايسز، وليكن فالف موجود في دور من الادوار او في زونة من الزونات في مكان ما في المشروع بينه وبين الكنترول روم مئات المترات، 100 او 150 او 200 او 250 او 300 او 400 متر. ازاي الراجل اللي قاعد في الكنترول روم ده يقدر يشوف الفالف ده ويقدر يعمل اون واوف ويقدر يتحكم في الفالف ده؟ ده اللي هنتعرف عليه ان شاء الله النهاردة. ازاي بيتم الربط، او ايه هي اللغة بمعنى اصح، ايه هي اللغة اللي بتخلي الفيلد ديفايسز اللي هو الفالف ده، الفالف ده حاجة ميكانيكية، ازاي الفالف ده اقدر اتكلم معاه وانا قاعد في الكنترول روم؟ لازم في لغة تخاطب بيسموها اوقات كمان او نسمع عنها او نسمع عن حاجة كتير بتتقال في الكنترول او في الكوميونيكيشن، حاجة اسمها الماشين لانجوج، لغة الآلة، الماشين لانجوج. طيب عشان ما نضيعش وقت تعال نخش مع بعض ونشوف ايه هي البروتوكولز او ايه هي اللغات، اللغة اللي بيتكلم بيها الراجل اللي قاعد على الورك ستيشن في الكنترول روم مع الفيلد ديفايسز. وده طبعا بيتم عن طريق ايه؟ عن طريق الكوميونيكيشن ليفل. انا عندي بشكل عام تو بروتوكولز بشكل عام في البي ام اس، حاجه اسمها باك نت وحاجه اسمها لون توك او لون ووركس. هتشوف الحاجتين دول موجودين في نظام البي ام اس. الباك نت ده هو المشهور، الباك نت هو المشهور المستعمل بكثره في انظمه البي ام اس سيستم. ده نظام امريكي USA تابع لمنظمة اشري او الستاندرد لاشري، تمام؟ اشري ده في فيديو احنا نزلناه للستاندرد اللي ما بي الفرق ما بين الستاندردز والكودز، هتلاقي فيه تعريف اشري كستاندرد. دي منظمة مينلي بتشتغل في الناس بتاعت ميكانيكا تعرفها في الـ HVAC سيستم، في نظام التكييف. يبقى الباك نت
ده بروتوكول للبي ام اس، نظام بروتوكول امريكي يتبع لمنظمة اشري اللي هي خاصة بالاتش فاك سيستم، بالتكييف وبالتدفئة، بالتبريد والتدفئة، نظام التبريد والتدفئة. في لون توك او لون ووركس، ده يوروبيان، ده اوروبي، نظام اوروبي. المشروع كله ممكن تلاقيه، ممكن تلاقي عندك يعني، يا اما تلاقي المشروع كله باك نت. طبعا انا بتكلم في ليفل معين، هنتعرف دلوقتي في السلايدز الجايه، مش كل المشروع باك نت، لا انا بتكلم على الجزئيه بتاعت الكوميونيكيشن ليفل. الكوميونيكيشن ليفل بتبقى باك نت كلها، او انها ساعات بتكون باك نت وكمان بشتغل في جزء في المشروع هنتعرف برضو عليه دلوقتي باللون توك. طب لو قابلنا مشروع فيه لون توك وفيه باك نت، هل ممكن احول من الباك نت للون توك؟ اقدر عن طريق جيت واي. لو انا عندي باك نت على اي بي وعايز احولها للون توك، ده بيتم عن طريق الجيت واي، حاجة اسمها جيت واي. طب لو عندي باك نت على اي بي، على باك نت على ام اس تي بي، باك نت لباك نت بشكل عام راوتر، وده يخلينا نقول الفرق او الفرق الجوهري ما بين الراوتر والجيت واي. الراوتر بحول من بروتوكول لنفس البروتوكول، يعني بحول من بروتوكول لبروتوكول، او بربط ما بين تو بروتوكولز لهم نفس الليفل. طبعا موضوع البروتوكولز ده يا جماعة الناس بتاعة الكوميونيكيشن بتفهم اكتر مننا او تعرف اكتر مننا كمهندسين كهرباء في الموضوع ده، يعني مهندسين الباور بيعرف ان في حاجة اسمها باك نت، لون توك، تي سي بي على اي بي، مود باس، ام اس سلاش تي بي، فيلد باس، الحاجات دي كلها احنا بنعرفها من الخارج كده. الناس بتاعة الكوميونيكيشن او الناس بتاعة الاتصالات بتعرف ان البروتوكولز ديت، خاصة الحاجات اللي هي باك نت على اي بي مثلا او تي سي بي على اي بي، ديت بيحددها في حاجة اسمها الكوميونيكيشن لايرز. الكوميونيكيشن عشان اعمل تواصل او اربط حاجة مع النت، لازم بعمل انسيرت للبروتوكول ده في اللايرز بتاعت الكوميونيكيشن لايرز. الناس زي ما قلت لكم، الناس بتاعت الاتصالات تعرف في الموضوع ده اكتر مننا من مهندسين الباور. دي حاجة زي ما قلنا في الكوميونيكيشن لايرز، هو بيقدر يحدد فيها موضوع البروتوكولز وينسيرت البروتوكولز ديت على شبكة الايثرنت او الانترنت. يبقى عرفنا التو بروتوكولز بشكل عام الرئيسيين، الباك نت واللون توك، واحد امريكي وواحد اوروبي، وازاي احول ما بينهم. قلنا النقطة دي هطلع منها بفرق جوهري ما بين الراوتر والجيت واي. قلنا الراوتر ان انا بحول ما بين او بربط ما بين تو بروتوكولز، الاتنين يكونوا واحد، تمام. الجيت واي من الاسم كده، جيت واي زي بوابة، ده بربط بروتوكول ببروتوكول تاني مختلف. لو عندي بروتوكول معين عايز اربطه على بروتوكول مختلف، بيتم عن طريق الجيت واي، بيتم عن طريق الجيت واي. طيب عرفنا بشكل عام الباك نت واللون توك كتو بروتوكولز الرئيسيين. طب نتعرف بديتيل اكتر، تعال بديتيلز اكتر. واحنا شغالين او اي واحد بيفتح مخطط للبي ام اس هيلاقي مجموعة البروتوكولز اللي احنا شايفينها قدامنا دي، حاجة اسمها تي سي بي على اي بي اللي هي الفول فورم بتاعتها، او دي اختصار الى ترانسميشن كنترول بروتوكول على الانترنت بروتوكول. طب الباك نت ده اختصار لايه؟ للبيلدينج اوتوميشن اند كنترول على انترنت بروتوكول او ايثرنت، تمام. التو بروتوكولز دولت، التي سي بي على الاي بي والباك نت على الاي بي، دول خاصين او البروتوكولز ديت بتكون ما بين الورك ستيشن الى الكور سويتش، ومن الكور سويتش الى الفلور او الزون سويتشز او البرانشيت سويتشز، ما بين
الورك ستيشن للكور سويتش للسويتش العمومي، ومن السويتش العمومي للسويتشات الفرعيه كلها، كل ده بيبقى بروتوكولز تي سي بي اي بي وبات نت اي بي. وما بين السويتش اللي موجود في دور من الادوار او في زون من الزونه الى لوحه الدي دي سي، الديجيتال او الدايركت ديجيتال كنترولر بانل، كل ده بيكون تي سي بي اي بي وباك نت اي بي. اللغه اللي ما بين الورك ستيشن للكور سويتش للبرانش سويتشز، ومن البرانش سويتشز اللي موجوده في الركات الى الدي دي سي بانلز، كل دي بتكون اللغه دي بتكون حاجه اسمها تي سي بي اي بي وباك نت اي بي. والتي سي بي اي بي والباك نت اي بي قلنا دي بروتوكولز بتكون حاجات موجوده في الكوميونيكيشن لايرز، لغه من اللغات في الكوميونيكيشن لايرز في الانترنت، لغه من اللغات او بروتوكول من البروتوكولات، بروتوكول في الكوميونيكيشن اسمه تي سي بي اي بي او باك نت، دي بروتوكول في الكوميونيكيشن في الانترنت. طيب في حاجه اسمها باك نت ام اس على تي بي. الباك نت عارفينها، بيلدينج اوتوميشن اند كنترول انترنت بروتوكول. ايه هي الام اس والتي بي؟ ماستر سليف توكن باسين او بيسين، تمام. ده برضو بروتوكول، ولكن بستخدمه فين؟ بستخدمه عشان اربط الكنترولرز ببعضها. ايه هي الكنترولرز دي؟ هنعرف في السلايد الجاية عشان يعني نخلص او نتعرف على البروتوكولز في السلايد دي، هنعرف الربط ده، هناخد اكزامبلز دلوقتي عليه. في حاجة كمان هتقابلنا اسمها مود باس. المود باس ده عن طريق شركة اسمها موديكون. الشركة دي خدوا اول 3 حروف MOD وحطوا باس، مود باس، هي اللي عملت الايه المود باس ده، او البروتوكول المود باس تابع لشركة موديكون. وفي حاجة اسمها فيلد باس. هل دي كل الباسز او دي كل البروتوكولز اللي هتقابلني في البي ام اس؟ لا، في سيستمز تانية وكوميونيكيشن بروتوكولز تانية ممكن تقابلها على حسب اختلافات السيستمز، ولكن دي بشكل عام دي اشهر بروتوكولز ممكن تقابلك في البي ام اس. طيب عرفنا البروتوكولز، هستخدم كل بروتوكول فين؟ هنعرف برضو دلوقتي، تمام. تعال نشوف الكيبلز. ما احنا قلنا الفيديو بتاعنا بروتوكولز وكيبلز للبي ام اس. اتعرفنا بشكل عام على اللغات، لغات التخاطب ما بين الورك ستيشن وما بين الفيلد ديفايسز عن طريق الكوميونيكيشن ليفل، تمام. تعال نشوف الكابلات المستخدمه. عندك البروتوكول تي سي بي اي بي على انترنت والباك نت على الانترنت، دول الاثنين بستخدم يا اما فايبر اوبتيك او كات 6 كات 6 اي كات 7. ممتاز. طبعا الفايبر اوبتيك زي ما احنا شايفين كده قدامنا، ادي الكابل اللي على الشمال ده، الصوره اللي على الشمال، انواع للكابلات اللي هي الكات 6 والكات 6 اي والكات 7. والصوره اللي على اليمين ده صوره او دي صوره لكابل الفايبر اوبتيك. الفايبر اوبتيك ممكن يكون 2 كورز او 4 كورز او 6 كورز او 8 كورز او 12 كورز زي ما انت عايز. طبعا الفايبر اوبتيك اللي هي كابلات الالياف الضوئيه، بيتم نقل الداتا او الداتا بتنتقل عن طريق الضوء، عن طريق الضوء، بيبقى عباره عن انبوبه من الازاز، وببعت الضوء، والضوء ده بيكون عبارة عن بلسز زيروز وان، زيروز وان اللي هي الداتا بتاعتي، بنقلها عن طريق الضوء. وطبعا بيتم الضوء بيمشي في الانبوبة دي عن طريق الريفليكشن اللي هو الانعكاسات اللي بتتم في خلال الايه الانبوبة دي، الانبوبة من الايه من الزجاج. والفايبر اوبتيك كيبل ده بيما بيكون حاجة اسمها سنجل مود او حاجة اسمها مالتي مود. ده نوع من انواع الفايبر اوبتيك، حاجة اسمها سنجل مود وحاجة اسمها مالتي مود. السنجل مود ده بستخدمه في المسافات الطويلة اللي هي بالكيلومترات. لو عندي مسافة ما بين الكنترول روم وما بين المشروع 2-3 كيلو يبقى استخدم السنجل مود، كابل فايبر اوبتيك سنجل مود. طب لو المسافة لحد 500 متر
هستخدم حاجة اسمها فايبر اوبتيك كيبل، بس يكون ايه طيب مالتي مود، اسمه مالتي مود. تمام كده. طب لو المسافات عندي 70 متر 60 متر ما زدتش عن 90 متر، استخدم الكات 6 او الكات 6 اي او الكات 7. تمام. طبعا السنجل مود والمالتي مود والكات 6 وكات 6 اي وكات 7، كل دي مش هننسى، احنا اتكلمنا على الاطوال الابلكيشنز استخداماتهم عن طريق الاطوال وكمان عن طريق السرعه. لو السرعه عنده 1 جيجا مثلا في الكات 6 ما اقدرش امشي، لا قلنا لحد 90 متر. طب انا لو عايز انقل السرعه عندي 5 جيجا او 10 جيجا، يبقى ما زيدش عن 50 متر، يعني استخدم كابل الكات 6 لحد 50 متر بس لو انا عايز السرعه عاليه. تمام. طب لو المسافه 400 متر بس عايز السرعه عاليه، ممكن ما استخدمش المالتي مود واستخدم السنجل مود. يعني السنجل مود اسرع في نقل الداتا وكمان لمسافات طويله. تمام. والسنجل مود والمالتي مود الاثنين اسرع من الكات 6. كات 6 ده كابل كبر نحاس في الاخر. تمام. بيبقى فيه 4 كورز 8 كورز او 4 بير. حلو كده. انما الفايبر اوبتيك ده الياف ضوئيه، فالداتا بتكون اسرع في نقل الداتا بالالياف الضوئيه. طيب عرفنا التو بروتوكولز دولت، التي سي بي والاي بي والباك نت، الاثنين دول بيتم الكابلات المستخدمه في نقل الداتا يا اما فايبر اوبتيك بنوع بالنوعين السنجل او المالتي مود او الكات 6 والكات 6 الكاتيجوريز دي كلها 6 و6 اي و7. تمام كده. طيب الباك نت ام اس تي بي والمود باس والفيلد باس، كل دي كابلات زي ما احنا شايفين كده على الشمال، كابلات تو كورز، كابلات عاديه نحاس عاديه تو كورز، يا اما شيلدد او انشيلدد على حسب. تمام. طيب الباك نت ام اس تي بي والمود باس الاثنين دول كابلات تو كورز، دي كابل خاص بالكوميونيكيشن، هنتعرف دلوقتي على استخداماتهم. البروتوكولز اللي قلناها دي كلها هنعرف بتستخدم فين بالظبط دلوقتي، في اي مكان في الشبكه. الفيلد باس تمام، ده بيبقى ممكن 2 كور 4 كور 6 كور 8 كورز على حسب الابلكيشن، انا عايز انقل كام سيجنال، محتاج كام سيجنال. الكابل ممكن يكون فيه طرفين 2 كور 2 كورز، او ممكن يكون 4 كورز او 6 كورز او 8 كورز على حسب الابلكيشن اللي عندي. اكزامبل لكل الكابلات الباك نت ام اس تي بي والمود باس والفيلد باس، ممكن استخدم كابلات البراند بتاعها اسمه كابلات بيلدن. كابلات بيلدن، لو دخلت الناس اللي ما تعرفش يعني ايه بيلدن والحاجات دي كلها، خش على جوجل واكتب بيلدن كيبلز، هتطلع لك الكابلات دي الشكل ده. ده براند من الكابلات زي مثلا السويدي كيبلز كده، ده براند. طيب الباك نت ام اس سلاش تي بي والمود باس، الكونكشنز بتكون حاجه اسمها ديزي تشين كونكشن. ديزي تشين كونكشن للمود باس والام اس سلاش تي بي. الديزي تشين دي بتكون عامله ازاي؟ زي ما انت شايف كده، ان اوت ان اوت كده. ده بيكون كنترولر 1 كنترولر 2 كنترولر 3، وهنعرفوا ايه الكنترولرز دي دلوقتي بتكون موجوده فين بالظبط، بس بيكون الربط زي ما قلنا ان اوت ان اوت ان اوت. مثلا البلاك، لو انا هستخدم الكابل ده يبقى بلاك ان بلاك اوت، ريد ان ريد اوت، او هستخدم الكابل ده بلاك ان بلاك اوت، وايت ان وايت اوت، وهكذا. ما ينفعش اجيب ده مع ده وده مع ده، لا، البلاك مع بعضه والريد مع بعضه وانت ماشي كده لحد اخر كنترولر، بيبقى حاجه اسمها ديزي تشين كونكشن. عرفنا البروتوكولز وعرفنا الكابلات المستخدمه فيه. طب تعال نشوف بقى البروتوكولز دي موجوده في انهي حته في الشبكه بتاعتي. تعال نشوف. زي ما قلنا عندي هنا الورك ستيشن، كل دي الورك ستيشنز بتكون موجوده في الكنترول روم، المين كنترول روم بيكون فيها الورك ستيشنز دي كلها. البي ام اس ورك ستيشن، الاكسس كنترول ورك ستيشن، السي سي تي في ورك ستيشن، الاي بي بابكس ورك ستيشن، اللايتنج ورك ستيشن، الفاير الارم ورك ستيشنز، الورك ستيشنز كلها موجوده في الكنترول روم. من الورك ستيشنز ديت، خلينا مثلا البي ام اس، كان بنتكلم على البي ام اس دلوقتي، من البي ام اس ورك ستيشن الى الكور سويتش زي ما قلنا تي سي بي اي بي باك نت على اي بي، ديت البروتوكولز المستخدمه ما بين الورك ستيشن والكور سويتش. الكابلات بتكون ايه؟ يا اما كات 6
او فايبر اوبتيك. من الكور سويتش اطلع بقى في الرايزر بتاعي اوزع على الفلور سويتشز 50 دور 60 دور 100 دور، كل دور فيه راك وفيه فلور سويتش. او مستشفى، المستشفى 4 زونز كل زونة فيها راك وسويتش، او مصنع فيه اكتر من مبنى، او كومباوند فيه اكتر من، على حسب المشروع اللي عندك. مطار فيه 20 زونة كل زونة فيها لو كارنت روم وفيها راك وفيها سويتش. السويتشات ده على حسب ما انت عايز، فلور سويتش، زون سويتش، على حسب سيكشن سويتش، السويتشات الفرعية كلها. من السويتش الفرعي الى السويتش الكور سويتش برضو تي سي بي اي بي باك نت اي بي. ساعات بتلاقي الشكل ده هنا عاملها لك كده في مشروع زي الانبوبه كده وكاتب لك فيها تي سي بي على الاي بي. الانبوبه دي بيكون مختصر فيها الكور سويتش مع الورك ستيشنز، الورك ستيشن مع الكور سويتش كلها بيختصرها في حاجه زي انبوبه كده وبيوصل معها الايه الفلور سويتشز او الزون سويتشز. تمام كده؟ يبقى احنا لسه ما زلنا ماشيين اللون الاحمر ده او اللون الطوبي ده، اللون ده هو اللي بيحدد زي ما قلنا التي سي بي اي بي والباك نت اي بي. من السويتش اللي موجود في الراك، السويتش الفرعي اللي موجود في الراك الى الدي دي سي بانل، برضو ما زلت لسه تي سي بي على الاي بي او باك نت على الاي بي لحد الدي دي سي بانل، والتي سي بي اي بي والباك نت اي بي خلاص. طبعا بيكون لحد هنا يا اما كات 6 او فايبر اوبتيك، وفي الغالب بيكون فايبر اوبتيك لحد السويتش الفرعي. ومن السويتش طبعا بخش على باتش بانل، ومن باتش بانل بخش على الدي دي سي بانل. تمام، الوصله دي بتكون كات 6 او كات 6 اي او كات 7. تمام كده، جينا عند الدي دي سي بانل اللي هو الدايركت ديجيتال كنترولر بانل. تمام، من الدي دي سي، الدي دي سي بقى دي اللي حصل فيها تغيير بقى. هنا من الدي دي سي هروح لحاجه اسمها الفيلد باس. الفيلد باس قلنا ده اللي بيربط ما بين الدي دي سي والفيلد ديفايسز. الفيلد ديفايسز ديت ممكن تكون مثلا تريب يونت موجوده في بانل عايز اشوف التريب ستيتس، مربوطه مع مثلا مع كونتاكتور وبشوف الاون والاوف للكونتاكتور ده، مربوطه مثلا مع تمبريتشر سنسور، مربوطه مثلا مع بريشر جيج او بريشر سنسور، مربوطه مثلا مع فلو سويتش او تامبر سويتش. تمام، او ديفرنشال بريشر سويتش، مربوطه مثلا مع ليفل سويتش في تانك مثلا، او مربوطه مثلا مع التراسونيك ميتر مثلا. الالتراسونيك ميتر ده اللي هو بيقيس برضو الليفل بتاع الميه، التراسونيك ليفل ميتر برضو. كل دي ابلكيشنز للفيلد ديفايسز. عشان اربط الديفايسز دي مع الدي دي سي بانل بيتم عن طريق الفيلد باس. وزي ما قلنا الفيلد باس بيبقى ايه، كابل كبر عادي زي بيلد مثلا 2 كور 3 كور 4 2 كور 4 كور 6 كور 6 8 كورز على حسب. يبقى عرفنا خدنا امثله عن الفيلد ديفايسز. تمام، ده بيستخدم السنسورز اللي قلنا عليه دي كلها عشان اربطها مع دي دي سي بانل بيتم عن طريق الفيلد باس. طيب المود باس بستخدمه فين؟ لو انا عندي دي بي ام، دي بي امز اللي هو الديجيتال باور ميترز عندي في المين دي بي او المين بانلز اللي هي بعد الترانسفورمر والام سي سيز والاس والاس ام دي بيز والحاجات دي كلها بيكون فيها ديجيتال باور ميتر اللي انا بقرا من خلاله الكيلو فولت امبير والكيلو فار، وبشوف كمان الكيلو وات، وبعرف كمان الباور فاكتور، وبشوف الكرنت الفيز كرنت واللاين كرنت والفيز فولتج واللاين فولتج والفريكوانسي. كل الحاجات دي بشوفها من الديجيتال باور ميترز. لو عندي مجموعه من الديجيتال باور ميترز عايز اربطها مع الدي دي سي بانل بربطها عن طريق المود باس كابل تو كور، بخش واعمل الكونكشن الديزي تشين ان اوت على الديجيتال باور ميتر في اللوحه الاولى، اطلع منه على الديجيتال باور ميتر في اللوحه الثانيه، على الديجيتال باور ميتر في اللوحه الثالثه وانا ماشي. طب لو قابلني حاجه اسمها في اف ديز فاريبل فريكوانسي درايفز كمان اللي بتكون موجوده في الام سي سيز للموتورز عشان اعمل مثلا كنترول على السبيد مثلا، او اعمل اللي هو السوفت ستارتر للمواتير، لو عندي مجموعه في اف ديز كمان ممكن اربطها مع الايه، مع الدي الديجيتال باور ميترز في لوب واحده، مش في لوب، في مسار واحد، يعني في مسار واحد عن طريق المود باس.
عن طريق المود باس بروتوكول. طب هتقول لي هو انا بربط المود باس بروتوكول في الدي دي سي بانل والفيلد باس ازاي؟ هقول لك ده ان شاء الله هنعرفه في الدي دي سي بانل مكوناتها ايه وايه هو البورت اللي انا بربط فيه المود باس، او ايه هو البورت اللي بحط في عليه الفيلد باس، المكونات بتاعت الدي دي سي بانل من جوه. ده في فيديو منفصل ان شاء الله. خلينا لحد دلوقتي تبقى عارف كده كويس ان انا لو عندي فيلد ديفايسز، عندي مثلا سنسورز او ديتكتورز او الحاجات دي كلها بربطها عن طريق حاجه اسمها فيلد باس، ما ينفعش اربطها عن طريق المود باس، بربطها بحاجه اسمها فيلد باس. والفيلد باس ده بيكون ليه مكان محدد بتربط عليه في الدي دي سي بانل. لو عندي ديجيتال باور ميترز لمجموعه من اللوحات عندي في المشروع، وعندي في اف ديز موجوده في الام سي سي بانل، عايز اربط الحاجات دي كلها بالدي دي سي بانل بالدايركت ديجيتال كنترولرز للبي ام اس، مباشره بجيب كابل تو كور يا اما شيلدد او ان شيلدد، وطبعا بيكون في الغالب السبيسيفيكيشن بيقول لك شيلدد كيبل، شيلدد كيبلز تويستد بير شيلدد كيبل، تمام. المهم بربط الديجيتال ميترز مع الفي اف ديز ديت عن طريق كابل تو كور وعن طريق المود باس بروتوكول. طيب انا عندي مشروع وفي مجموعه من الاف سيوز ومجموعه من الفي اي فيز، الاف سيو والفي اي في دي حاجات في الميكانيكال بالاخص في الاتش فاك سيستم، نظام التكييف. الناس بتاعت ميكانيكا عارفين الفي اي في والاف سيو، تمام. الاف سيو بتستخدم في مع التشيلر لما يكون عندي شيلد ووتر، والفي اي فيز ممكن استخدمها مع الباكج يونت. سواء في اي في او اف سيو بيكون معاهم كنترولر، بيكون لازم معاهم كنترولر. لو انا عندي مجموعه من اف سيوز والفي اي فيز وعايز اربطهم ببعض واربطهم بالدي دي سي بانل في البي ام اس سيستم، بربطهم عن طريق حاجه اسمها الباك نت ام اس على تي بي، باك نت على ام اس على تي بي، برضو كابل تو كور، كابل تو كور ديزي تشين كونكشن. الام اس على التي بي، تمام، دي ديزي تشين كونكشن كابل تو كور، والمود باس ديزي تشين كونكشن كابل ايه تو كور، كابل تو كور نحاس، كابل نحاس كبر كيبل تو كورز. الفيلد باس برضو بيكون نفس الكلام، بس ممكن يكون 4 كور 6 كور 8 كور على حسب الكونكشنز اللي عندي. عرفت انا عندي في المشروع لما يكون عندي دي حته مهمه في الديزاين، اف سيوز في فيز عن طريق ام اس تي بي بروتوكول، سنسورز وديتكتورز وميترز وكده وليفل ميتر وحاجات من دي، فيلد ديفايسز عن طريق فيلد باس، ونوع الكابل عرفناه. عندي ديجيتال باور ميترز مع شويه في اف ديز عايز اربطهم ببعض عن طريق المود باس كابل تو كور. يبقى احنا عرفنا البروتوكولز وانواع الكابلات بتاعتها واستخداماتها في المشروع، وامتى استخدم كل كابل وكل بروتوكول في المشروع. طب تعال ناخد مثال عملي من مشروع، ده مثال عملي من مشروع، مثال عملي من مشروع. ادي عندك اهوت، ادي عندك اهو الوصلة دي اللي احنا قلنا عليها بتيجي من الكور سويتش من تحت. ادي اول دي دي سي بانل عندي، ودي التكملة، يعني الجزء ده كده عشان الشاشة طبعا اكمل امشي كده اللي هو الحتة دي. المهم الكابل ده طالع من هنا باك نت على اي بي اهوت، ماشي، اللون موف ده مكمل جاي لحد دي دي سي بانل دي، حلو. والكابل التاني اهو الموف اهوت الباك نت على اي بي برضو مكمل لحد دي دي سي بانل اهو، طالع من السويتش لحد دي دي سي بانل. كل قلنا كل ده باك نت اي بي او تي سي بي اي بي، هل طيب عندي اتنين دي دي سي جاي لهم هنا، قلنا الوصلة دي الخط ده هو ده الانبوبة اللي كنت بقولك عليها اللي هو الايه الورك ستيشن مع الكور سويتش مع الفلور سويتش، كله بيعملوا خط صغير كده او زي انبوبة كده، تمام. طيب عرفنا التوصيلة بتاعتي مع الاتنين دي دي سي بانل، الدي دي سي دي والدي دي سي دي باك نت على الاي بي. الكابل بيكون نوعه ايه؟ لو تلاحظ عامل لك هنا تريانجل مثلث فيه رقم واحد ورقم خمسه. رقم واحد سيبك منها، ايتم سبلايد باي هانويل مالناش علاقه بيه. رقم خمسه هيت كابل ايه؟
كات 6 كيبل. كات 6 كيبل رقم 5 اهوت من السويتش الى الدي دي سي بانل. من السويتش الى الدي دي سي بانل اهو كابل كات 6. حلو. طيب من الدي دي سي بانل رايح بحاجه اسمها فيلد باس، رايح فين؟ عامل لك مربع كده حلو وكاتب لك فيه ده الكتريكال وده اف اف. اف اف يعني اختصار لفاير فايتنج، الكتريكال بانلز والفاير فايتنج، الكتريكال بانلز والفاير فايتنج. هنا رابط مع لوحه اسمها اس ام دي بي، الاس ام دي بي ديت رابط معاها. طب هيربط مع اللوحه دي يعمل ايه؟ اللي بيربطه مع اللوحه دي مبدئيا بيربط مثلا مع شنطه ريب، بيشوف مثلا اون اوف ستيتس لبريكر عن طريق الكونتاكتور مثلا، بيشوف التريب ستيتس. تمام. دي كلها طبعا لسه احنا ان شاء الله هنعرف لو عندي في الديزاين بقى، لو عندي لوحه كهرباء ايه الحاجات اللي ممكن اشوفها في لوحه الكهرباء وانواع الكابلات اللي انا بستخدمها. الفاير فايتنج مثلا ايه الكابلات او ايه الستيتس اللي انا عايز اشوفها واعمل مونيتورنج على ايه. هتلاحظ هنا عامل لك ايه اف سي في، اختصار اللي قلنا ده فاير فايتنج سيستم، وعامل لك انا هعمل كونكشن مع الاف سي في اللي هو الفاير الفلور كنترول فالف. تمام. الفلور كنترول فالف او الفاير كنترول فالف او الزون كنترول فالف. ايه الزون كنترول فالف ده؟ هنتعرف عليه بعدين ان شاء الله، هناخده بالتفصيل تقريبا كل الاكويبمنت الميكانيكال والالكتريكال المربوطه مع البي ام اس في المشاريع، كل الميكانيكال سيستمز سواء كانت فاير فايتنج او اتش فاك، وكمان والسموك مانجمنت طبعا، وكمان هنتكلم على كل الالكتريكال اكويبمنت المعدات اللي موجوده عندي، وعندي التانكس والحاجات دي كلها والليفلز اللي فيه والسنسورز والحاجات دي كلها ان شاء الله بالتفصيل. يعني هنطول شويه في البي ام اس، هنعرف بالتفصيل الحاجات دي ان شاء الله. المهم عندي عرفنا الفيلد باس اهوت، الراجل كاتب لك عليه رقم واحد، قلنا واحد سيبك منها اللي بقول لك ان ده نوت انكلودد ونوت سبلايد باي هانول مش عارف ايه باي اذرز، سيبك منه. رقم ثلاثة الفيلد ديفايسز، رقم ثلاثة، رقم ثلاثة تشوف هنا عباره عن ايه؟ بيلدينج كيبل اللي احنا قلنا عليه، بيلدينج كيبل اللي هو كابل تو كور تويستد بير شيلدد كيبل. تمام. طيب من الدي دي سي طالع بالخط الاحمر ده اللي احنا شايفينه ده، هتلاقيه رابط ايه؟ اول خط فوق رابط اف سي 1 2 3 4 لحد 15، رابط كل الكنترولرز بتاعه الاف سي يوز باللون الاحمر ده. اللون الاحمر ده اي بروتوكول اهو، ام اس تي بي، ام اس تي بي اللي احنا قلنا اسمه باك نت، ام اس تي بي اللي احنا قلنا رقم 2 بيكون كابل ايه؟ ام اس تي بي باس بيلدينج كيبل، برده كابل تو كور اللي احنا قلنا عليه، بربط كل الاف سي يوز على الدي دي سي بانل. كمان في خط احمر تاني رابط مجموعه من الاف سي يوز التانيه برضو نفس الكلام اس تي بي، بس ده تشانل 1 وتشانل 2، ده 15 اف سي يو رابطهم على لاين، واللاين التاني رابط عليه برضو 15 اف سي يو تانيين في مكان تاني على الدي دي سي بانل. يبقى كل الاف سي يوز ربطتهم عن طريق الام اس تي بي، كل الشغل بتاع لوحات الكهرباء والفاير فايتنج ربطته عن طريق مود باس لان كل دي سنسورز، ربطتها فيلد ديفايسز يعني ربطتها عن طريق الفيلد باس، والدي دي سي بانل ربطتها بالباك نت على السويتش او الورك ستيشن بالباك نت على اي بي كابل كات 6. يبقى الوصله دي كابل كات 6 لحد دي سي، ومن الدي دي سي للاف سي يوز او للالكتريكال بانلز او الفاير فايتنج، كل دي بتبقى كابلات بيلدين اللي هي كابلات تو كور سواء كان فيلد باس او ام اس تي بي. بقينا في بروتوكول مهم، المود باس فين؟ تعال نكمل، احنا قلنا الجزء ده تكملته هنا اهو. في لوحه دي سي بانل ثانيه قلنا جاي لها كابل ايه؟ باك نت على اي بي بروتوكول كابل كات 6، طالع منها الخط الاحمر ده رابط مجموعه من الاف سي يوز برضه 14 اف سي يو، رابطهم عن طريق بروتوكول ايه وانت مغمض؟ ام اس تي بي كابل ايه؟ تو كور. حلو. طب من الدي دي سي رابط على لوحه اسمها اس ام دي بي، بس رابط الايه؟ الميتر، الديجيتال ميتر، رابط الميتر. يبقى ده بيربط عن طريق ايه؟ احنا قلنا الديجيتال ميترز والفي اف ديز بربطهم عن طريق المود باس، مود باس برضو رقم 4 اهوت كابل برضو بيلدن تو كور. تمام. المود باس والفيلد باس والام اس تي بي كلها كابلات بيلدن مثلا تو كورز، كابلات نحاس.
تمام، من الدي دي سي الى السويتش بيكون باك نت على الاي بي كابلات كات 6، او لو المسافات طويله بتكون فايبر اوبتيك. يبقى احنا عرفنا كمان دلوقتي برضو تعرفنا على البروتوكولز والكابلات من مثال عملي، من مثال عملي. ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم فيه قبل ما نخش في الديزاين او نخش في المشاريع وكل الابليكيشنز اللي انت ممكن تشوفها في البي ام اس، هناخد الدي دي سي بانل ان شاء الله مكوناتها كلها من جوه، وبعد كده بقى ان شاء الله ننطلق في كل، ناخد اكزامبلز اف سيوز في اي فيز الكابلات والكونكشنز بتاعتها، الاير هاندلنج يونتس، الزون كنترول فالف، مثلا الترانسفورمرز والميديم فولت سويتش جير والام دي بيز والام سي سيز، الحاجات دي كلها، الاكزوست فانز او البريشرايزيشن فانز، السموك مانجمنت، اجزاء في الفاير الارم عايز اعمل لها مونيتورنج. كل الحاجات دي ان شاء الله هنتعرف عليها وهناخدها على مجموعه من الفيديوهات، بس الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم فيه عن الدي دي سي بانل. وما ننساش حاجه مهمه، ان شاء الله برضو هنتكلم عن المود باص، اقدر اوصل كام جهاز على المود باص او الام اس تي بي، وايه هي اطول مسافه ممكن امشي بيها. ما انا مش معقول همشي بالاف سيوز كده وانا ماشي لحد 100 اف سيو، لا، لها ليميت، لها ليميت كمود باص او ام اس تي بي. وكذلك مش هقدر اربط اكتر من في اف دي واكتر من ديجيتال باور ميترز على المود باص. كل حاجه لها ليميت، بس الحاجات دي كلها نعرفها ان شاء الله في الابلكيشنز داخل المشاريع. ان شاء الله اشوفكم على خير. وقبل ما اختم اتمنى ان الناس تستفاد معنا، ويا ريت الناس تتفرج على الفيديوهات للاخر عشان تستفاد ان شاء الله، والكل يستفاد مننا، وان شاء الله عز وجل احنا كلنا بنفيد بعض ومحدش احسن من حد، تمام. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.